بعد دق ناقوس الخطر إثر تزايد حالات الفشل الكلوي في بلدية وادي عتبة، سارعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بتكليف فريق بحثي متكامل من المركز الطبي للأبحاث الطبية للذهاب إلى عين المكان. استدعينا حتى المرضى اللي هم عندهم الضغط والسكري أو الحالات اللي هي متابعة بحصى الكلى والمسالك والتهابات المسالك. استبيان هذا طبعا تطرقنا فيه إلى عدة أسئلة تدور حول إذا كان فيه أي سبب معين أو سبب خاص لأسباب الفشل الكلوي. الفريق باشر عمله فور وصوله إلى مستشفى تساوى القروي بإجراء كشوفات وأخذ العينات اللازمة من أجل دراسة هذا المرض الخطير والحد منه، إذ تم خلال اليوم الأول أخذ أكثر من 50 عينة من مرضى الكلى والضغط والسكري وحالات الحصى والمسالك، وذلك لإجراء التحاليل اللازمة. طبعاً الهدف أن نشوف أسباب ارتفاع حالات الغسيل الكلوي. طبعاً في البحث متاعهم من هدفهم وخطة عملهم اليوم اللي هو كنا فحص المرضى، ثانياً اعتبارهم أخذوا عينات بول، عينات سكر تراكمي والسكر العادي والسي بي سي ووظائف الكلى لكل مرضى الغسيل. بالنسبة لي عندي حصوة فنسبة تقريبا الدكتور قال لنا يقال لنا 50% من الماء، وان شاء الله بعد التحاليل وان شاء الله بعد التحاليل يكون يعطينا العينه ويقول لنا شنو الاسباب. الحمله تستمر 3 أيام كمرحله اولى للكشف، ومن ثم ستتوسع دائره الكشف الى المناطق المجاوره وبقيه مدن ومناطق الجنوب بهدف معرفه اسباب تزايد حالات الفشل الكلوي من خلال أخذ عينات الدم لتحليل وظائف الكلى وعينات من آبار ومنابع مياه الشرب بهذه المناطق.